بنجدد التحيه بحضراتكم اعزائنا المشاهدين في اولى فقراتنا الحواريه اللي خصصناها النهارده للكلام عن ارض الفيروز وارض الخيرات. طبعا يعني احنا كلنا متوقعين مستقبل باهر لسيناء، كمان كلنا تفاؤل في المشروع المصري السعودي اللي هيقام قريب جدا باذن الله، وهو موضوع الكوبري اللي هيربط السعوديه او قاره اسيا ب يعني هيربط الشقين بتوع من السعوديه لقاره اسيا برضو الجزء بتاع سينا، عشان نبتدي نربط بقى اسيا بافريقيا مع بعض بشكل الكوبري اللي جاي. طيب احنا كل ليه كلنا بنتكلم عن الكوبري ده، وليه احنا يعني شايفينه مهم جدا؟ لان منطقه سينا من المناطق الواعده النهارده كمان في مجال الزراعه، وده هيكون موضوع فقرتنا النهارده، وبالتالي يبقى احنا عندنا فرصه كبيره جدا لتصدير الحاصلات الزراعيه اللي هتطلع من سينا انها توصل للسعوديه، ومن السعوديه لدول الخليج كلها في ظرف 24 ساعه بنقل بري قليل التكلفه. طيب احنا عايزين نجهز سينا دلوقتي لانها تكون فعلا ارض زراعيه بامتياز، نطلع منها كم كبير جدا من المحاصيل. ازاي يحصل ده مع المشكلات اللي موجوده في التربه وفي المياه هناك؟ ده موضوع فقرتنا النهارده باذن الله مع المتخصصين ضيوفي في هذه الفقرة. بيسعدني يكون معايا دكتور إبراهيم أبو طالب خبير التنمية الزراعية، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيك. بالإضافة إلى دكتور محمد أبو العلا مدير عام مركز البحوث والتجارب الزراعية السابق بجامعة المنصورة، أهلا وسهلا بفندم. برحب بحضراتكم، وإن شاء الله كده يكون عندكم تفاؤل لأن حضراتكم موجودين في سينا ومتابعين الوضع هناك. دكتور إبراهيم، النهاردة لو قلنا نسرد مع حضرتك مشكلات الزراعة في سيناء، نقدر نلخصها في كام نقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة سينا قبل حتى ترعة السلام كانت سلة من سلال الـ يعني الأمان الزراعي لمصر. صحيح. فيها الخوخ، ده من أحلى أنواع الخوخ. مزبوط. والطماطم، وفيها الكنتالوب، كانت دائما السيارات يعني تعبر إلى الوادي محملة بهذه الخيرات. لما عملنا ترعة السلام عند بين القنطرة وبورسعيد، وعدت يعني نصفها من الماء الصرف الزراعي ونصفها من مياه النيل، وبدأنا نصلح 50,000 فدان في 75,000 فدان، كان المستهدف 420,000 فدان يتزرعوا على مياه ترعة السلام. المشروع ده تم من أيام الجنزوري الله يديله الصحة، فالناس هناك بدأت تشتغل. الأرض في سينا أرض ممتازة جدا وخصبة جدا، لان حضرتك ما تعرفش او كثير من المشاهدين ما يعرفوش ان النيل كان بيتفرع لسبع افرع قبل ان يعني ينتظم في رشيد ودمياط. كان منهم فرع اللي هو بوليزيوم، ده كان بيصب في البحر المتوسط عند مدينة بلوزة. كان بيعمل تربة رسوبية، التربة الرسوبية دي طبقات من التربة اللي جاية من الحبشة والسودان، وعمل منطقه 50,000 فدان طينيه اسمها ساحل سهل الطينه، ساحل لانها على البحر المتوسط وسهل لانها منبسطه جدا ومستويه وطينه لان تربتها طينيه صرفه. قبلها بشويه بيبتدي الرمل يخلط على الطين ففي تربه مخلوطه، وفي بعدها تربه رمليه اللي هي في سينا بقى معظم سينا. الارض الرمليه زرعت وزرعت فواكه، ومن احسن انواع الفواكه، يعني لما تشوف منظر البرتقال وهو يعني محطوط على الرمل في الارض، والزراعات اللي بتشتغل بالتنقيط والكلام ده يعني يسلك صدرك لما تشوف الكلام ده. الاراضي الخلط اللي هي طينه على رمل مبشره وبدات يعني تشتغل. ما عندنا مشكله واحده اللي هي منطقه سهل الطينه، سهل الطينه اللي هي المنطقه الطينيه الثقيله الرسوبيه الكبيره دي. فيها طبعا كانت ايام ما كان التكريك بتاع قناه السويس، دلوقتي بيعملوا حوض ترسيب وبترجع المايه تاني تنزل على قناه السويس. قبل كده كان ده سهل مفتوح فكانت المايه بتمشي فيه، تتبخر المايه وترصب الملح، ترخب المايه فاصبحت نسبه الملوحه املاح تراكميه كبيره. المشكله دي احنا يعني بنعاني منها دلوقتي، لكن في سبيلها الى الحل محتاجه يعني كام سنه كده بصوت علشان توصل معامل الملوحه ده لحد الامان اللي الارض تزرع فيه، ضغط الاسبوج بتاع النبات يقدر يشد من الارض ويطلع. جميل. فالحمد لله برضو مش سايبينها، مستفيدين بيها في زراعه الاسماك، يعني غسيل محمل على الاسماك. الميه موجوده وبتغسل الارض ففيها سمك، ثبت ان هو من اجود انواع الاسماك اللي بتغذي مصر. بيجي يعني في اسماك فخمه جدا، وطبعا عايشه على الميه والميه هذه المياه النيليه.
فبنستفيد بيها لغايه يعني نقدر نقول ان اكبر مشكلات الزراعه يا فندم في سيناء هي موضوع ارتفاع نسبه ملوحه التربه في جزء معين منها. في جزء معين في جزء مش معين. كل الارض مش في كل الارض هذا الجزء يعني كان يعني حتى صدر قرار ازاله من فتره بسيطه من السيد محافظ بورسعيد لان هذه القطعه تتبع بورسعيد. وحتى الرئيس يعني ربنا يديله الصحه في منطقه مشابهه في منطقه اسمها سهل الحسينيه في الشرقيه بيقولوا له يعني الارض دي مالحه وكنت مخصصه للزراعه والناس بيزرعوا سمك. قال لهم ايه المشكله؟ السمك ما هو دخل زي الزراعه. صحيح. ما نسيبها شويه قانونهم وضعهم وسيبوها شويه لما يعني تنتظم في الزراعه. فده فكر كويس قوي. انا نفسي كل المسؤولين يبقوا على مستوى هذا الفكر يعني يبصوا للمشكله ويحلوها بصراحه. جميل. دكتور محمد ابو العلا يعني حضرتك برضو كنت مدير مركز بحوث وانا يعني مقدر جدا لهذا المركز المحترم ويمكن هو احد اعمده وزاره الزراعه كمان وبنتشرف بوجود هذا الكم الكبير من الابحاث والعلماء في هذا المركز. يعني عايز اسال حضرتك سؤال النهارده للساده المشاهدين. كان الاعتقاد السائد دايما ان الارض السوداء او الارض الطمي هي الارض الاكثر خصوبه وهي الاقل في المشكلات الزراعيه واقل في تكلفه الزراعه. لكن النهارده مع وجود الابحاث العلميه مع وجود حلول مشاكل التربه اعتقد ان الزراعه في سيناء او الزراعه في الصحراء بقت اقل في التكلفه واقل في استهلاك المياه واقل كمان في المشكلات الزراعيه. هل ده صح ولا غلط ولا صح بنسبه؟ هو الكلام ده مظبوط كل حاجه بس فيه نقطه معينه. دايما العلم قطره التنميه. بدون العلم لا يمكن تتقدم اي بلد 100%. نمره واحد علشان ازرع لازم احلل التربه واحلل المي. مظبوط. ده الاساس. اذا كان فالملوحه اقل من 4 اي سي اللي هو معدل الملوحه بتاعها تزرع لكن بعد كده لازم تغسلها بقى تعمل عمليه غسيل. هو المشكله ان ترعة السلام كان مخطط لها انها تكون في القطاع الاوسط لكنها تم عملها في القطاع الشمالي اللي هو مره بمنطقه سهل الطينه ودي منطقه عاليه الملوحه جدا. الملوحه فيها عاليه جدا فيها من ضعف ال 10 اضعاف ميه البحر ملح. ودي نتيجة كانت أحواض ترسيب لقناة السويس وكان في طلم نهر النيل كان بيوصل لغاية بلوزة عن طريق الفرع البيولوجي هنا. فتكونت ملح مع طم ملح مع طم فأصبح ارتفعت الملوحة. فالناس من احنا هناك موجودين من 18 سنة. ترعة السلام تترعى يعني واضح فيها عبقرية الهندسة الري المصرية. ترعى طولها 167 كيلو. 200 كيلو داخل سينا 68 كيلو أو 67 كيلو. المفروض يصلح فيها 400,000 فدان على خمس مراحل. أول مرحلة كانت سهل الطين. فلما رحنا نزرع الأرض ما استجابتش. ففي طريقة اسمها غسيل بالاستزراع السمكي. عشان أنا أعيش واكل واصرف على عمالي واصرف على نفسي فلازم انتج. لو زرعت نبات وعندي مساحه مثلا وتكون 10 فدان او 50 فدان فصرفت عليهم 100,000 ما جابتش السرقه مش عارف اصرف. صحيح. فاضطرينا اضطر المزارعين في المنطقه الاوليه بتاع سلطان دي بالغسيل بالاستزراع السمكي يخصصوا اجزاء لاستزراع السمك. يعمل يجيبوا يحطوا زريعه سمك والسمك ما بيستخدمش هو بيستعملها. ما بيستخدمهاش. مظبوط. صحيح. والمنطقه دي بتنتج حاليا اكثر من 120,000 طن من السمك سنويا. 20% من انتاج سمك مصر. بعض المسؤولين ما خدوش بالهم من العمليه دي وقال لك لا ده هي دي مخصصه فعلا للزراعه واحنا عاملين الترع دي عشان الزراعه. ماشي انا ما قلتش لا. تعالى ازرع معايا ووريني وانا ازرع. صحيح. عملوا محطه ارشاديه بقى لها 17 سنة لم تنتج نبات تحت كان تحت إشراف وزارة الري وتحت إشراف وزارة الزراعة ما انتجش. علمني أنا وأنا جاي. طب يعني أسأل حضرتك برضو يعني هل النهاردة مع الحلول اللي موجودة ومع حلول غسيل التربة أو غسيل باستخدام الاستزراع السمكي أو باستخدام المركبات المعالجة مش الطاردة في المعالجة وفي كمان الطاردة للملوحة هل النهاردة يعني سينا أرض جاذبة لكل من يعني يفكر في موضوع الاستثمار الزراعي في سيناء؟ طبعا جاذبه وهو وحتى القانون 143 لسنه 1987 خاص بالاراضي الصحراويه ما حرمش ولا منع
ولا جرم الغسيل بالصراع السمكي. هم بيقولوا ان الميه قليله لان جايه من ترعة السلام. صحيح الميه، لكن هي مش هتنتج. وبعدين الميه اللي بترعة السلام فيها نسبه عاليه من الملوحه، لان اغلبها صرف من مصرف السرب الاسفل في دمياط ومصرف بحر حدوث في الشرقيه. احنا عايزين نقول كمان ان ممكن الاستزراع السمكي يعني لو كنا كمان بنستفيد منه في غسيل التربه، فاعتقد كمان ان حتى المخلفات العضويه للاسماك تعتبر اسمده. اكيد كمان، أكيد وده يمكن شفناها حضرتك في يعني في موضوع الهيدروبونيك والحاجات ديت يعني اللي هو هو مشكله المسؤولين مستعجلين عشان الارض تزرع. لكن صحيح الغسيل بالزراعه السمكي بطيء، بيصلح الارض بس بطيء شويه. بطيء لكنه مفيد اكيد، لكن يعني مفيد الانتاج. وكمان ممكن لان يعني الارض اصلا ما فيهاش نفاذيه خالص. أيوة. عشان الجذر يمشي او يتنفس. هو في حل كويس انا هقول لحضرتك عليه. الجيش بدا يعمل مزارع سمكيه في حته اسمها الجسر الواقي. الجسر الواقي ده حرم قناه السويس، عرضه 3 كيلو متر وطوله حوالي 50 كيلو متر. فما شاء الله يعني انا كنت في زياره قريب ولقيت المنطقه دي كلها بتقطعها احواض للزراعه السمكيه. بالاضافه لساحل البحر المتوسط. كمان في منطقه كده بداوا يخصصوها لزراعه الاسماك الجيش اللي بيعمل ده. ففي اقتراح انه هذه المياه اللي بتطلع من سهل الطينه للزراعة السمكي يعاد استخدامها مره تانية احسن من مياه البحر. يعني تتاخد بدل ما يعني يعاد استخدامها مرتين. انا خدتها زرعتي بيها زرعه سمك وبعدين اخدها واديها لزرعه سمك ثانيه احسن من مياه البحر الملوحه العاليه بتاع مياه البحر. صحيح. مهما كان دي ميه نيل يا دوب السمك عاش فيها لفتره معينه واتصرفت وطلعت ثاني على المزرعه السمكيه الثانيه. فيعني انا يمكن من المنبر ده بلفت نظرهم انهم يستخدموا اعاده استخدام هذه المياه الخارجه من منطقه سهل الطينه، وهي ملاصقه جدا للمزارع اللي بيعملها الجيش حاليا. ويبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد. انا عايز اشوف حاجه اضافه يعني الى كلام الدكتور ابراهيم. ان الميه دي محمله بالغذاء. ايوه بنحط علف. مظبوط. مش كل العلف بتاكل، جزء بيروح في الصرف. ممكن يشتغل والمخلفات العضويه بتاعت السمك نفسها برضه السمك. يعني يقام عليها زراعه. دي اسمده يقام عليها زراعه. اكيد اكيد. طيب يعني دكتور ابراهيم دلوقتي احنا بنتكلم عن ان احنا في صدد الكلام عن مشروع قومي لتنميه الزراعه في سيناء، وخصوصا واحنا مركزين قوي ازاي نستهدف السوق الخليجيه والسوق السعوديه بمنتجاتنا الزراعيه في الفتره اللي جايه. تمام. زراعات المنتجات البايو تصلح جدا في سيناء. يعني يعني كل حاجه في هذه الارض، كل حاجه. انا بكلم حضرتك بصفتي يعني قومي بحب بلدي وشايف. يعني يمكن انا كاتب مقاله الاسبوع اللي قبل اللي فات عن العبور من بورسعيد. العبور من بورسعيد حتى من اول ما تنزل من الانفاق تحت قناه السويس في الكيلو 17 بتلاقي على شمالك الميناء البحواري بالحاويات بالصب السائل بالصب الجاف، الشغل تمام التمام. بعد شويه شفت صينيين بيدقوا خوازيق علشان يعملوا يقيموا منطقه صناعيه في المنطقه الصناعيه الحره الملاصقه للميناء البحواري. زائد الطريق بيمسك من في الشرق من السويس لبورسعيد بعرض 90 متر. طريق ضخم جدا هيربط بقى بورسعيد بالكوبري اللي حضرتك بتقول عليه في جنوب سيناء، لان سيناء شمال وجنوب. صحيح. الشمال والجنوب بيتربطوا بشكل كويس جدا، بالاضافه للطريق الدولي اللي هيبقى في وش النفق اللي هو بيمسك من جاي من مرسى مطروح على اسكندريه على رشيد على دمياط على بورسعيد، هيعبر من على ساحل سيناء. ايوه. يربط مع طريق العريش ويكمل بهذا الشكل. اصبح احنا عمليه الربط عمليه هايله جدا. ودي من اساس زي ما حضرتك اتكلمت دلوقتي انها من الاسس الرئيسيه للتنميه. ومن العلامات الحضاريه والحضاره. أكيد. بتتم طبعا عن طريق الطرق وبقيه السبل المعيشيه اللي بتجذب الناس. بصراحه يعني ما حدش يقدر ينكر ابدا الدور الكبير جدا 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 اللي قامت به الدوله الفتره الاخيره في موضوع شبكه الطرق. يعني شبكه الطرق ده يعني رغم ان يمكن في ناس كثير ليها اعتراضات على الوضع مثلا او كده، لكن لازم نشهد بالحق ونقول ان شبكه الطرق المصريه حصل فيها ثوره يعني لا يمكن ابدا ان حد يتخيلها. انتوا بس مش بتشوفوا يمكن غير طريق القاهره اسكندريه وهو يعني بنفس الجمال ده وبنفس هذه الجوده في شبكه طرق واخده يعني سيناء واخده الصعيد واخده الواحات. يعني في شبكه طرق بصراحه شيء عايز احنا كنا بثانيه واحده كنا محتاجين نفق من قابل جدزوري كان بيكلف كام حضرتك 600 مليون جنيه. 600 مليون. النهارده الثلاث انفاق النهارده اعتقد كوبري المشاهد 3 مليار. ايوه بالظبط الله ينور عليك. احنا تاخرنا عشان ننقل 3 مليون واحد. صحيح. لسينا. احنا كنا بنستهدف
المشروع الاستراتيجي بتاع طرق السلام كان بيستهدف نقل 3 مليون مواطن. هؤلاء ال 3 مليون ما راحوش لغايه حالا. يعني في قرى انشئت، 7 قرى انشئوا في منطقه سهل الطينه والمنطقه المجاوره. لما حضرتك تروح، وانا دلوقتي بقول الكلام ده ما ينفعش وما عادش ينفع. يعني ندق عبود الكهرباء ونشد الاسلاك وما نحطش تيار وما نملكش الناس وما نعادش الشباب يبتدوا العرب يجوا يسرقوا السلك ويسرقوا الخشب وكلام من ده. فالقرى مهجوره بقى لها 17 سنه، ده عيب كبير جدا. وانا يعني بهيب من حالا ان احنا عمليه التقنين للناس وجذبهم علشان يروحوا سينا عشان نفرغ المجتمع الزحمه اللي احنا عايشين فيه ده. 3 مليون هنا، 3 مليون في العالمين، بشويه في المنيا الجديده، بني سويف، فنبتدي توزيع السكان بشكل كويس. ومنهم سينا اهميتها الاستراتيجيه والدفاعيه، وكل الناس عارفه ان سينا بالنسبه لنا الرئه اللي احنا بنتنفذ بيها. اكيد. فانا عايز انقل بسرعه الناس، عاوز اوطنهم، عاوز امنهم على ممتلكاتهم، امنهم عشان حتى امن المرافق اللي انا عملتها ازاي يعدي وبسهوله، وازاي الناس اللي موجودين في المعابر والتفتيش والموجود في سينا انهم برضو ما يوقفوش الناس كتير، ما يعطلوش، ما فيش كيماوي، ما فيش مكنه نور، ما فيش مكنه ميه. ده الكلام ده كلام مش مظبوط. انا عايز اللي واقف عينه على التنميه في سيناء. أيوة. ويكون صاحي ومصحصح لهذه الجهه من مصر اللي هي مهمه جدا. انت عارف طول عمر مصر بتغزى مننا، حتى تتار، هكسوس، صليبيين، يهود، حتى الفتح الاسلامي كان من هنا، من على جسر عمرو بن العاص دخل. يعني هو اكيد احنا محتاجين برضه نبقى مصر نفرق بالنسبه لها. هي المدخل والمنفذ والجهه والوجهه والخيرات موجوده. عارف حضرتك مصر دي لو لغيتها كلها وعملت هذا الاقليم اللي موجود في سينا على جانبي القناه والشغل اللي بيتعمل ده لو اتخذ بشكل جيد، مصر تعيش في رغد ولا تحتاج لمعونه من اي جهه. يعني احنا برضه عايزين ننقل برضه يعني شكوى الكثير من اللي فكروا في الاستثمار الزراعي في سيناء. طبعا احنا مقدرين جدا لدور الامن وعارفين قد ايه الامن مهم، وعارفين قد ايه التجديدات الامنيه بسبب يعني الاحداث اللي في سيناء، او احنا مجاورين لمين في سيناء، واللي بيخشوا لنا من الانفاق وكل الحاجات الامنيه دي على عيني وعلى راسي. بس انا لما بتكلم مع واحد مستثمر او واحد فكر يعيش هناك، لازم كمان افكر ازاي اخفض مستوى التوتر اللي هو عايش فيه طول ما هو طالع وداخل من سيناء. يعني انا بما اني ساكن هناك، ما ينفعش ابدا النهارده يبقى في انواع من الاسمده محرم دخولها سيناء لانها بتدخل في صناعه المتفجرات مثلا، والاقي بقى الامن واقف لي على الباب. لا، انا عايز اشتغل. الامن على عيني وعلى راسي، وقوموا بدوركم. وطبعا كل التحيه للجيش المصري وللشرطه المصريه اللي بتامن سيناء بشكل كبير جدا. لكن اللي عايز يستثمر يا جماعه محتاج ان احنا نسهل له اجراءات الدخول والخروج، محتاج ان احنا نسهل له كمان موضوع ان الادوات تخش، الاته تخش، اسمدته تخش، المواد الكيميائيه اللي هو محتاجها تخش، ما يبقاش فيه تعقيدات يعني زياده عن اللازم. عشان إن يعني احنا عايزين نشجع الناس، مش عايزين نخنقهم. انا مقدر للتوتر الموجود في سيناء، بس كمان لازم كمان الدوله بما انها قررت انها تنمي سيناء، كمان لازم المواضيع دي، المشكله دي تتحل. دكتور محمد، يعني حضرتك متخصص في المجال الزراعي، وتقدر اكتر واحد تفيدنا ايه هي المحاصيل اللي احنا محتاجين نركز عليها جدا، وما هو دور يعني مراكز البحوث النهارده في تطوير التقاوي وفي تطوير يعني الشتلات التي تصلح لسيناء والزراعه في سيناء بمشكلاتها اللي موجوده النهارده. هو منطقة سيناء يعني جاذبة. يعني أول محصول ممكن يستثمر هناك ويجيب نتيجة، وطبعا عارفين أزمة السكر. أكيد طبعا. وبنجر السكر بيتحمل الملوحة. ممكن المنطقة دي تزرع ويتعمل مصنع سكر، بدل ما دلوقتي آلاف التريلات بتنقل البنجر من سيناء للمصانع في الدلتا. ينفع؟ ما ينفعش. صحيح. لازم يتم عمل مصنع في سينا فعلا، لان في جزء كبير من اللي بتزرع دلوقتي بنجر، خلاف المنطقه السمكيه اللي بكلمك عليها. تمام. ومستقبلا السمكيه دي يعني مع السنين هتزرع، بس هتاخد وقت شويه. فالاهم حاجه، اهم محصول عندنا ان يتم زراعه البنجر، واهم حاجه عمل مصنع. طيب، احنا كمان عايزين نستهدف يا فندم المحاصيل اللي هي تطلع من سينا على السعوديه، وتطلع من سيناء على الخليج بقى عبر الكوبري الجديده باذن الله. يعني عايزين نفكر في ده كمان. يعني الخليج العربي، الخضر والفواكه. الخضار والفواكه، ايه بقى من انواع الخضر والفواكه اللي محتاجين نركز عليه اول تصلح زراعته في منطقه سيناء، عشان احنا عايزين نغطي اكبر قدر ممكن من العجز في السوق الخليجيه في موضوع المنتجات الزراعيه. الزيتون هناك منتشر. الخوخ، الخوخ خاصه بتاع سيناء اللي بيسموه خوخ الفرق. جميل ده. تطلع مصر. عندك الطماطم. خد بالك، طماطم مهمه جدا. خد بالك الكانتلوب.
كافة الخضروات اللي هي محتاجة مية قليلة جدا عن طريق الطنقين. محتاجة مية قليلة جدا عن طريق الطنقين، يعني كل الحاجات اللي شغالة بس هي مهم جدا ان المية بتاع الترع السلام لابد من معالجتها، لان مشكلة ان الترع دي بيصب فيها مصرفين، مصرف السلو الاسفل في دمياط ومصرف بحر حدوث في الشرقية، بيرموا مباشرة، والمصارف دي عبارة عن صرف صراحي صناعي وزراعي وصحي. فطبعا عايزين ننقل الامراض لارض البكر في سيناء، لابد. وفعلا الدوله عامله شغل دلوقتي علشان تعالج الميه دي ضروري. طيب جميل جدا. يعني بس انا عايز الناس برضو تبقى فاهمه كويس قوي الفرق بين يعني احنا بنسمع دايما مياه الصرف، عشان بس ما يحصلش لغط عندنا في الموضوع ده. مياه الصرف الزراعي يا جماعه هي مياه صالحه جدا 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 لان احنا نعيد استخدامها. بقول لكم على حاجه، دي مياه كمان موفره للاسمده، لان الصرف الزراعي هو صرف دايب فيه الاسمده الزايده عن حاجه النبات فهي نازله. طيب ايه اللي ممكن يمنعنا من استغلال هذه الثروه الكبيره جدا؟ ان احنا بنلوث احيانا مياه الصرف الزراعي اللي المفروض انها مياه موفره للاسمده، بنلوثها بمخلفاتنا. فنرجو ان يكون بقى عندنا ثقافه النهارده ازاي نحافظ على مياه الصرف الزراعي حتى يعاد استخدامها بشكل امن. نحافظ بقى على المصارف المائيه وننظفها، بلاش الزباله اللي بتترمي هناك. بنناشد كل المحافظين ان هم يوفروا سبل للتخلص من القمامه، اسهل من ان المواطن ما يلاقيش حته يرمي فيها القمامه بتاعته وياخدها رميها في مصرف المياه الزراعي ويلوثه، وبعد كده ما نعرفش نستخدم هذه المياه مره اخرى. برجع لضيفي العزيز دكتور ابراهيم ابو طالب النهارده، ولما بنتكلم عن سيناء برضو يا فندم هنتكلم، عايزين نتكلم برضو عن اهم المشكلات بقى اللي مش ليها علاقه بالتربه، ليها علاقه بقى بالامراض بتاعه النبات. يعني ايه اكبر مشكله حضرتك يمكن لاحظتها هناك في سيناء؟ هل في مثلا وجود لذبابه الفكاهه النيماتود ده مش عارف ايه المشاكل اللي موجوده هناك؟ انا هقول لحضرتك، هو بس يعني احب يعني ابشركم واصحح معلومه، انه مصنع بنجر السكر يقام الان في القنطره، وهذه المعلومه على عهده اللواء شوقي رشوان اللي هو رئيس الجهاز الوطني لتنميه شبه جزيره سيناء، وانا كنت في زراعي في وزاره التخطيط. طب ده حاجه جميله جدا. بنعمل مصنع بنجر السكر في القنطره شرق، وعاوزين نزرع كميه بنجر كبيره علشان نغطي الفجوه في بين الاستيراد وبالنسبه لمحصول السكر. عاوز اضيف حاجه قبل ما نخش على الامراض، انه الثروه الحيوانيه اللي هي بتبقى انشئت على الزراعه من مواشي ودواجن. انا واحد من الناس عملت بط في منطقه سهل الطين. البط ده كان عايش على ترعه السلام، يعني كنت عامل له وثائقي جوه هذا البط. كام سنه اشتغلت فيه كان لا يصاب بالامراض بتاتا. دي معلومه بقى احب اقولها لكم. وعشان كده كانت وزاره الزراعه ناشدت منذ فتره انه كل المشاريع الداجنه تنتقل في وادي النطرون وفي سيناء وفي المينيا، بحيث ان هي يبقى المسافات المزارع مش ملاصقه لبعضها زي الوادي، والامراض تنتقل بالهواء بسرعه جدا. فهناك في سيناء مفيش مصادر للتلوث، البحر المتوسط، قناه السويس، بحيره المنزله، يعني هواء يعني هواء نظيف جدا، غير فاحنا بنوفر كتير سلالات نظيفه. حتى النحل لما تعمله هناك، النحل ده لا يهجن بسلالات غريبه، لانه في مناطق تعتبر شبه معزوله ومسافات طويله. صحيح. فالحقيقه انا من هنا بقول انه سيناء يعني ممكن تكون يعني امراضها ضعيفه جدا. يعني جو نظيف وبمعزل. طبعا وفي معزل. ويعني يا ريت ان احنا نتجه البلد يبقى فيه توجه بان احنا الثروه الداجنه والثروه الحيوانيه تقام بالاضافه للمشروعات الزراعيه في سيناء بصفه خاصه، لان يعني يمكن هناكش مزارع داجنه نهائي الا بسيط جدا. يعني انا اللي شفته انا بيني وبين اقرب مزرعه 10 كيلو 10 كيلو من كل اتجاه. يعني انا اعتقد برضو ان الثروه الداجنه طبعا شيء مهم جدا، لكن احنا هنستخدمها اكتر في 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 في, في استهلاكنا المحلي، لان اعتقد النهارده اذا كنا بنتكلم عن تصدير او تهيئه سيناء للتصدير، السعوديه النهارده فيها حجم يعني لا يمكن لا حجم صناعه داجنه لا يمكن ان تتخيله عقل، ومغطيه الخليج العربي كله.
يعني حرب. انا طبعا متفق مع حضرتك جدا في موضوع تنميه الثروه الداجنه للاستهلاك يمكن المحلي، لكن اعتقد مش هيبقى لها سوق كبير في التصدير. السعوديه مغطيه بصراحه، يعني ما حدش هيقدر ينافس السعوديه النهارده في تغطيه الخليج العربي في الدواجن. حضرتك هذه المجتمعات العربيه درجه الحراره 60 درجه النهارده في الكويت. هذه البلاد ليست زراعيه. الزراعه هم مركزين في الدواجن. الزراعه في مصر هم يستوردون من الاردن وسوريا والعراق. احنا عايزين نغطي ده بقى. عاوزين نغطي الفرق ده. نقدر. ايوه نقدر نغطي كل الدول العربيه يعني بلا منازع، لان احنا فندم لنا برضو لنا تنافس النهارده. احنا هننقل بري و24 ساعه من سينا تبقى الخضار والفاكهه والحاجات دي واصله عندهم. الله ينور عليك. انا شفت السعوديه البيت كان بيجي من العراق بقى. ايوه وكان وتركيا. أيوة. وكان صحيح. بيقف في وقت الامطار والجليد. احنا لينا ميزه، مفيش لا امطار ولا جليد ولا في حاجه توقفنا بيننا وبين هذه الدول العربيه الشقيقه. مظبوط. دكتور محمد ابو العلا، يعني اربع خمس نقاط كده روشته، حضرتك عايش هناك وعارف المشكلات هناك، اربع خمس كده نقط مهمين جدا من يعني من لسان حضرتك لكل مسؤول بيتفرج علينا وللسيد وزير الزراعه والسيد وزير الري، روشته كده بسرعه نجهز بيها سينا عشان فعلا تبقى هي مصنع الغذاء الخليجي في الفتره القادمه. هو لابد ان احنا نهتم بالبشر اللي في سينا. احنا دلوقتي احنا عايزين ننقل من الوادي الضيق اكتر من 3 مليون هناك. اكيد انا متفق معاك في ده نمره واحد. لا نمره واحد دلوقتي لابد تقنين اوضاع الناس اللي قاعده دي. الارض دي لازم احس انها ملكي. صحيح. وخد مني. صحيح. تقول لي لا ما اخدش منك عشان انت بتزرع سمك. طب ما تاخد منه. نمره اثنين الخدمات. لغايه دلوقتي احنا هناك الخدمات ضعيفه. لا مستشفى ولا مدرسه ولا عايز خدمات. ميه، كهرباء، خدمات صحيه، تعليميه. ده مهم جدا. يعني اذا يعني تنميه البني ادم او الانسان ورعايته اكيد هي هتكون سبيلنا لتنميه سيناء وان شاء الله. اعطاء فرصه لمزارعي منطقه سهل الطينه بغسيل الارض مده لغايه ما تنتج، وبعدين هو ما بينتجوش مواد مخدره ولا عادي بينتجوا سمك. وطبعا اسعار السمك راحت في غلاء شديد، فدي بتوفر. يعني انت لما توقفه النهارده بتنتج 120 الف طن. صحيح. وكلمنا السيده الدكتوره منى حمهرس بسبب الموضوع، واكيد هي يعني تنميه السمك موضوع مهم خصوصا في ظل غلاء اسعار اللحوم والدواجن. بشكر حضراتكم جدا على هذه الفقره الشيقه. دكتور ابراهيم ابو طالب المتخصص في التنميه الزراعيه، بشكر حضرتك جدا يا فندم، وان شاء الله لقاءاتنا تتكرر مره اخرى. دكتور محمد ابو العلا مدير عام مركز البحوث والتجارب الزراعيه السابق بجامعه المنصوره، منورنا وبشكر حضور حضرتك جدا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير ونرجع مع الجميله اسراء بعد الفاصل، تابعونا.